يا عم ده في الاول اصلا موضوع السيستم يعني بيه ده طبعا ما يخلص ولا هيخلص استاذ احنا بنحللك الكلام جميل لسببين السبب الاولاني ان ده عشان برضو ما يهنش المحامي بصفه عامه صح احنا بنطلع حضرتك نعم في شيء اخلص حاجه ثانيه انا كنت كويس اتفضل حاجة تانية اللي الحاجة الأولانية ودي يعني المرحلة دي أعتقد الحفاظ على هيئة المحامي وده برضه الأمر ده إصرارنا وبشكل كويس إن إحنا نحافظ عليه ده مهم حاجة تانية في وجه خاص السلام عليكم السلام إحنا عندنا حاجة عامة اتفضل المصلحة العامة جاية لنا أكثر من المصلحة الخاصة وهي تحمل المصلحة الخاصة صح ولا لا؟ احنا ايه خلوش بقى ايه خاص ان بدينا المصلحه الخاصه والمصلحه بس بصوت كامل جميل لان هو المسجد المحلوكي هذه الموضوع خصوصا الوقت يحق كل هؤلاء انهم يحضروا الكاس ده الحد الادنى 1000 ومفقودين 1000 ده الحد الادنى فهل مطلوب هل مطلوب ان الناس دي كلها او المحامين او المتعاطفين معاهم انهم يروحوا شرم الشيخ حتى لو لديهم امكانيات ولا مطلوب ان احنا نضغط على ان المحاكمه لابد ان تتم هنا في القاهره وبعدين في قاعه تتسع لهذا الفصول الكثير واحنا بنقول ان احدى القاعات في مدينه نصر تتسع وبعدين هم عليهم التامين احنا مش مسؤولين عن التامين مساله التامين دي حاجه ترجع لهم هم عليهم التامين فاحنا عايزين نعمل بيان يصدر من لجنه الحريات ولجنه السياسات ولجنه حقوق الانسان من كل لجان محاوله كل اللجان دي في بيان واحد يصدر الحاجه الثانيه ان يبقى في طلب للوزير العدل لان هو المختص بنقل المحاكمه مش لان الدايره لسه ما نظرتش القضيه وما استلمتهاش لان لو استلمتها يبقى هو المستشار رئيس الدايره خلاص هو المنوط بيه لكن لغايه دلوقتي وزير العدل هو قال له على يوم السبت كده لا احنا عايزين نضغط في الاتجاه ده فعايزين ننزل بيان عايزين طلب نروح لوزير العدل وطلب رئيس الاستئناف خلينا واقعيين يعني اللي يقرا سياسه ويقرا قانون في تنزيل خلينا واقعيين شويه هو حضرتك شايف ان الرئيس لا يعني ماشي يعني مش الكاس يعني ايه هو يعني مساله حتى النهارده من الناحيه بيقول لك ممكن الكاس نسمع بعض يا استاذ يعني نشرب نسمع بعض انا رئيس اسم المتهم يا استاذ ممدوح اسم المتهم رئيس كلام قانون بس خلينا في امن كلمه على بول المتهم بس ما خلاص ديري جاز طيب كويس فهو بس الخلية اللي انا ايه يعني الاحساس الشخصي انها تدار هناك انها تعقد هناك اه واللي عايز اقوله حاجه ثانيه حضرتك طبعا حضرت الجلسه حضرتك يعني شفت المنظر العام كان عامل ازاي جلسه العدلي حضرتك اللي هو طبعا من ساعه ما قالوا بس القنوات والكلام ده كله في محامين كتير جدا ما كانش اول مره كانت تحضر وعملوا يعني والمنظر ما كانش كويس فانا اميل شوف انا عكس الحته دي اميل لحاجه اولا عشان الفريق اللي طالع يبقى فريق معروف هو مين اسمائهم معروفه معاهم توكيلات طالعين هم يعني صفوه المحامين اللي طالع لحد بس اللي هتروح يا بس انت عارف ان حضرتك بص خلينا واقعيين مش طيب وجهه النظر اكمل وجهه النظر انا بتكلم واقعي انا مش بتكلم اللي احنا عاوزينه انا بتكلم يا استاذ زيد كيف اخبارك؟ الحمد لله ازيك يا ريس في شيكو النبي اسمي اشرف ماشي ممكن انا نتفق مع انا نفسي هو يدار هنا وفي الاستاد
فرض المعارض، لكن احنا بنتكلم واقعي اللي هيحصل ايه. صح يا استاذ سيد؟ بس انا بتكلم الاستشعار الشخصي اللي هيحصل. عايز تكلم السيد؟ هو ده اللي هيحصل يا باشا. الاستاذ اتفضل. انا عايز اقول بس وجهه نظري. انا ليا زي وجهه نظري، وانا طبعا مع الاستاذ الطماطي قدم طلب. انا قدمت صوت يا جماعه، صوت يا جماعه. ويتم اعلان البيان بين القضيات ان يكون المحاكمه في القاهره. اولا ان القاهره العاصمه، وده محاكمه ليس شخص عادي، وانما شخص كان رئيس سابق لمصر، وفي انتهاكات حدثت للثوار ومعظمهم من القاهره، فمن حق أهالي الشهداء على الأقل، يعني الذي يؤخذ اعتبارهم ليس رئيس الجمهورية ولا صحته، وإنما أهالي الشهداء اللي دفعوا دمهم وحياتهم لأجل هذا الثورة. دي حاجة. الحاجة الثانية إنه أفضل مكان هو أرض المعارض، المكان الذي يساع ويتلغت أيا كان أي قاعة في مدينة نصر. أي قاعة ضخمة جدا، قاعة في المؤتمرات الكبرى. البديل ما حصلش النتائج التانية. احنا هنضغط على هذا الموضوع، وهم بقى يقرروا ما يقرروا بناء على الضغط بتاعنا هيفيد ولا لا. هو يعني نضيف للاستاذ ضمان، طبعا متفقين على هذا المطلب، ويمكن المطلب دوت احنا سبقنا فيه من زمان او قبل 8 يوليو كنا بنلح على هذا الامر. ولكن برضه يا استاذ لازم نذكر ان الاعتصام الذي ضربه الثوار في بداية التحرير من أول جمعة 8 يوليو كان له أثر كبير في الاستجابة لهذا المطلب الهام وغيره من المطالب. فأنا شايف أن البيان أيضا إذا كان يصدر عن اللجنة أو عن نقابة المحامين لابد أن يؤكد على هذا الأمر، أن هذا الأمر جاء بقوة الدفع الثوري وبقوة الضغط الثوري. بالإضافة إلى ذلك متفقين على نوعية المحاكم، وأنا مع الأستاذ ممدوح الطافي بشار إليه من وجود بعض السلبيات أثناء المحاكمة. السلبيات تمثلت طبعا في الزحام الشديد، ويعني بعض الحضور لم يكن على المستوى المسؤولية، وانا كنت ساعتها حتى قاعد في الاستوديو وكنت بلاقي بالوضع ما كانش يعني مريح قوي، وان كان ظهور العدل في القفص طغى على هذه المساله وطغى على هذا المشهد. لذلك يبقى احنا مطالبين اولا ان احنا كمحامين بنمثل نقابه المحامين، بنمثل نقابه المحامين يعني غير المحامين الموكلين، يعني نقابه المحامين اسم محمد لها قيمه ولها حضور ولها تاريخ، فيجب ان احنا نكون منظمين اكتر. فأنا شايف إن إحنا لابد على الأقل أن يتضمن البيان أيضا تشكيل هيئة الدفاع، نقعد نختار شخصياتها ونشرحهم بحيث يبقى هذه الهيئة. هو ده حصل بس هو حصل بس أنا ليا تحفظ عليه، يعني أنا عايز هيئة الدفاع تخرج من نقابة المحامين. خارجة منين؟ يعني باسم 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 رسمي يا أستاذ. يعني أنا مع احترامي للأستاذ عبد المنعم وتقديري الناس كلها اللي هي أعلن عنها، بس انا قصدي ان نقابه المحامين مش عايز اعمل بس عشان توضيح. ما انا بقول مفيش اعتراض، انا مش معترض، ده انا بقول الناس دي تيجي كلها تحت لواء عام وتحت يافطه لجنه الحريات يعني او نقابه منبثقه من نقابه المحامين او نقابه المحامين. اكمل يعني تطول بعد يعني كمل بعد العقد. الجزئيه الاخرى وهي هامه جدا هي بقيه قضايا قتل المتظاهرين في دمياط وطنطا وبني سويف والإسماعيلية والسويس والجيزة والقاهرة. هذه القضايا في جزئيتين بس، وفي جزئيتين مهمتين يا أستاذ. أنا بتكلم بشكل قانوني شوية. الجزئية الأولى إنها معظم هذه القضايا مؤجلة لشهر 9 و10، بل في قضايا مؤجلة لشهر 11. الجزئية الأخرى إن أنت النهاردة في الناحية القانونية بتتكلم في قضية فيها محاربين شركاء بالتحريض وفاعلين أصليين. الشركاء بالتحريض معلومين، مبارك والعدلي والضباط الخمسه الاخرين، والفاعلين الاصليين هم مدير الامن بقى وبقيه الضباط والجنود المتهمين بقتل الثوار في بقيه القضايا. هنا لابد برضه يا استاذ محمد ان احنا نشير او نركز على مطلب ضم هذه القضايا الى ذات الدائره التي تنظر قضيه مبارك والعدلي، على اعتبار انه هنا في ارتباط، والكلام ده منصوص عليه في الماده 214 من قانون الاجراءات الجنائيه. اذا كان هناك ارتباط بين القضايا فيجب ضمها جميعا الى وحده واحده، واحد في الجنائي، لانه اذا قضي مثلا فرض
فرضا على سبيل الجد اذا قضي ببراءة فاعلين اصليين من اصبحت مفيش قدام جريمة التحريض خالص نهائي. فبالتالي في ذات السياق الاستاذ محمد الضماطي اشار اليه زي ما ضمينا قضيه العدلي استاذ محمد نضم ايضا يا اساتذه بقيه القضايا في ذات القضيه وعلى ان تتفرغ دائره واحده بصفه مستمره لنظر كافه هذه القضايا. واعتقد ده مش هيبقى حمل ثقيل على الدائره، يعني الدائره بتنظر في الموسم الواحد اكثر من حوالي 200 قضيه او في الدور بتاعها اكثر من 200 قضيه. لما تتفرغ دائره المستشار احمد رفعت بشكل كامل نظر جميع هذه القضايا للارتباط، ومفيش ما يمنع ان النهارده يخصص اليوم كله نظر القضايا. ايه المشكله فيها؟ الدائره تنعقد طول اليوم، يأجل من يوم ليوم 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 لغايه منظومه بقيه القضايا. الجزئيه اللي باكد عليها تاني يا استاذ وبكررها هي تشكيل هيئه الدفاع يا استاذ محمد.